السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوسبر ده برنامج من برامج اوبن اي اي، مهمته ان هو يتعرف على الكلام بس لو اكتر من لغة، يعني لو في مشاكل في لغات كتيرة جدا يقدر ان هو يتعرف على كل لغة. مثلا الناس بتتكلم 20 لغة، هو وانت تقول له ترجمة كلهم للعربي او للانجليزي او الفرنساوي، هو يتعرف على كل لغة لوحديها ويترجمها لك. ده حاجة مش سهلة، ده لغاية دلوقتي في مرحلة الاختبار، لكن هو تبع اوبن اي اي، فاحنا واثقين ان شاء الله ان هو يطلع بحاجه تشرف زي شات جي بي تي كده. تمام، ممكن تقول له تسجل من الميكرويف وهو بيبدا ان هو يترجم.